بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. فكرتنا حبابي اليوم فكرة جدا سهلة وجميلة، فكرة تصلح للمطبخ. هنحتاج يا حبايبي منشفة، شوفوا منشفة بالطول اللي تبغوه. هنحتاج هذه القطعة، ما ادري ايش تسموها، في ناس يسموها بيز، في ناس احنا كنا نقول عليها مساكات، هذه بنستخدمها في المطبخ معروفة طبعا، كلها جاهزة طبعا. نحتاج ازرار مناسب، خلاص حبايبي تحاولوا انكم يعني توفقوا بين لون البيز وبين لون المنشفة عشان تطلع كده قطعة مرتبة وجميلة. نحتاج كمان الابرة والخيط والمقص، دبابيس، مرسام. بدي اقول لكم حبايبي ان هذه القطعة يعني شفتها في القنوات الاجنبية منتشرة وبيستخدموا فيها المكنة، فاذا ما عندكم المكنة سووها على يدكم زيي، يعني ما عندي مكنة نفذتها على يدي. تعالوا نشوف خطواتها، جدا سهلة. شوفي حبايبي، البداية حطوي المنشفة، شوفوا حطوي المنشفة كده بالنص زي ما احنا شايفين. ابغى احط المنشفة على الوجه، خلاص اسوي كده علامات انه هذا المنتصف، خلاص حبايبي منتصف المنشفة. انا قبل كده سويت فيديو، اول ما بدأت الاشغال الفنية سويت فيديو اسمه ايه، تعالوا نتعلم نفرز اجمل الوحدات في ابسط الغرز. يا ريت ترجعوا له عشان تشوفوا الغرز اللي سويتها، ما هعيدها يعني، لو انتم عارفينها يعني يا ريت ترجعوا لذا الفيديو. هنستخدم هنا يا احبابي، هنسوي خط سراجة، خلاص السراجة العادية جدا، استخدموا لون خيط يعني يكون مناسب للون المنشف. خلاص حبايبي حمسك من هنا، من اول من الاول كده، شوفوا من اول الخط، من اول الخط هنا حبايبي الين النهايه، نهايه الخط حسويه سراجه، سراجه عاديه. خلاص حبايبي السراجه العاديه المعروفه، وبعد كده حزمه، حشد الخيط وحزمه. خلاص هذه اول خطوه، يلا تعالوا ثبت في البداية كده، شوفوا ممكن نستخدم المرسام، ثبتوا الخيط جدا عشان ايه ما يتفك معاكم بعدين اثناء الاستعمال اثناء الغسيل وكده. خلاص حبايبي الحين همسك كده، هذا الحين بشتغل في الوجه. خلاص حبايبي سراجة عادية جدا، السراجة العادية، بس يمكن الجيل الجديد ما يعرفها، فترجعوا للفيديو يا ريت. انا بحاول اقصر الفيديوهات، طفشتكم وانا اتكلم على تقصير الفيديوهات، ما بالفيديو طول. شوفوا حبايبي هقعد اسوي سراجة على طول الخط، طول الخط هذا كله سراجة، شوفوا في الاخر كده حزمه بعد ما اخلص الخط كله ده، كل الخط حبايبي حسويه الين هنا، حزمه بهذا الشكل، ارجع لكم باذن الله بعد ما اخلصوا عشان نزمه مع بعض. طيب يا حبايبي شوفوا سويت الخط كامل، شوفوا الحين ايش حنسوي، حنزم، شوفوا حبدا ازم هذه القطعه، اشد الخيط، ما ادري شايفينه عشان انه باللون الابيض والمنشف بهذا اللون. شوفوا يا حبايبي حزم. طيب على اي اساس يعني اخلي الزم؟ خلي الزم على قد القطعه هذه، يعني على قد عرضها. خلاص حبايبي ممكن يكون اصغر، ممكن يكون قد القطعه عشان لما نركبها تكون قد العرض هذا. خلاص كده يا حبايبي قد العرض او اصغر شويه عادي، ساويها واروح اثبت. خلاص كده قريبا قد كده، يلا الحين اثبت الخيط، خلاص ما احتاج اني ازمها اكثر، اثبت الخيط. شوفوا ثبت بالإبرة طبعا كده كذا مرة علشان لا تتفك. بس حبايبي هذه هي الخطوة الثانية، لا تهملوها يعني مهمة في التركيب. شوف كده. طيب الحين بعد ما زمينا المنشفة هذه القطعة الأولى، خلاص حبايبي هذا الوجه المنشفة. خلاص حبايبي هنا الحين هذا مو معروف وجهها من قفاها، لكن ايه انتوا لما لو جيتوا تسووا منشفة معروف وجهها من قفاها لازم نشتغل على الوجه. خلاص حبايبي طيب
الخطوة الثانية تركيب البيز بهذه القطعة. شوفوا كده، نجي نفرد المنشفة حبايبي، نفرد المنشفة كده. كيف اسوي؟ شوفوا هنا عندي البيز هذا وجهه زي قفاه، انا ابغى احط الوجه، وجه البيز على وجه المنشفة، لكن هنا بما ان الوجه زي القفا ما هي فارقة، لكن بدي اقول لكم، بدي انبهكم على شيء. شوفوا لو عندنا مثلا قطعة زي هذه لها وجه ولها قفا، خلاص كيف اسويها؟ لازم احط الوجه في الوجه، خلاص احبابي، وجه البيز في وجه المنشفة، عشان بعدين تطبق تصير زي كذا، خلاص احبابي، يصير الوجه هو اللي باين مش القفا، خلاص الوجه في الوجه. يلا دحين احط كده الوجه في الوجه، اجي كمان من المنتصف، احدد المنتصف هنا في البيز، ممكن استخدم المرسام. شوفوا ابغى المنتصف حبايبي بالضبط، ممكن استخدم المرسام. شوفوا حنستخدم هنا ايش؟ غرزة المكنة، او غرزة السراج المخفية، حتلاقوها في نفس الفيديو اللي قلت لكم عليه حبايبي، خلاص حتلاقوها في نفس الفيديو. احاول انها ايش تكون مظبوطة كده معايا، افردها، اثبت الوجه في الوجه، خلاص كده ممكن نثبتها احنا بدبابيس. لو جات أصغر عادي، نشف لو جات أصغر، هنا نثبت الخط في الخط. إن شاء الله تكون واضحة معاكم. نفذت طبعا القطعة قبل ما تشتغل هذه القطعة معاكم، نفذت قطعة سهلة جدا يا حبايبي، حتى اللي ما تحب الخياطة يعني ممكن تنفذ هذه الأعمال البسيطة. طبعا السوق مليان بكل شيء، أنا عارفة السوق مليان بكل شيء، لكن أنت لما تنفذي حاجة من صنع يدك صدقيني يعني مشاعر غير، وكل شيء ناخذه من السوق. إحنا نحتاج نفسيا يعني نشتغل شيء من صنع يدينا، أنا خلاص حبايبي، مو كل شيء يعني سبحان الله، في أشياء نفسية الإنسان ما يستغني عن إنه يسوي حاجة بيده. بس حبايبي تعال نشوف، الحين نبدأ نثبت كده، ثبت الغرزة، أنا ثبتها كده بعقدة، وكمان ثبتها، شوفوا ثبتها كمان من الخلف عشان إيه يعني ما تفك. أهم شيء نحرص على دي النقطة، ما نبغى الخياطة تفك، لأنه هذه ما هي مكنة، إحنا حنسوي غرزة المكنة اللي وريتكم هي في الفيديو اللي بقول لكم عليه، يا ريت ترجعوا لها. شوفوا يا حبايبي، ما أدري ما حتبان معاكم هنا، ما حتبان صراحة، لكن إيش أنتوا رجعوا لها، أترك مسافة كده قبل الغرزة الأولى، أترك مسافة، خلاص كده كده هي من اليسار، اشتغلها من اليسار. وارجع انا بالغرزه كده، اكيد ما هي باينه، يا ريت والله ترجعوا ترجعوا يا حبايبي للفيديو اللي قلت لكم عليه، ارجعوا للفيديو اللي قلت لكم عليه بعد ما طلعت الابره. خلاص الحين ابدا اول غرزه، شوفوا كده هناك سويت لكم الغرز باللون الاحمر كمان عشان تكون باينه معاكم. شوفوا واتحسس الخط اللي تحت يدي علشان يكون الخط في الخط، خلاص احبابي، نصف البيز على نصف نفس المنشفه، على نصف الخط اللي اشتغلناه، خلاص احبابي. ارجعوا احسن شيء بالفيديو السابق، حتلاقوا الغرزه جدا واضحه. طيب انا هشتغلها طبعا كاملة، هثبتها كاملة وخلاص ارجع لكم، خلاص حبايبي ان شاء الله باذن الله سهلة، ارجعوا للفيديو اللي قلت لكم عليه. طيب يا حبايبي شوفوا، بعد ما خلصنا ثبتت البيز على قطعة المنشفة، شوفي حبايبي غرزة المكنة، طبعا غرزة محكمة سموها المكنة اليدوية او
السراج المخفية زي ما أقول لكم، عشانها جدا محكمة، غرزة محكمة كأنها على المكنة. خلاص حبايبي قدر الإمكان سووها متقنة. شوف دحين إيش حنسوي الخطوة اللي بعدها. طبعا عندنا هذه العروة، حنركب هنا يا حبايبي الزرار. شوفوا حاولوا إنكم تختاروا الزرار كبير، إنه هذه العروة غالبا تجي كبيرة. خلاص حبايبي ممكن كمان تضيقوها لو شفتوها، لا يعني كمان أكبر من الإزرار ضيقوها. شوفوا هاجي أحط كده في مقابلها بالضبط الزرار، إذا نزلوا تحت شوية. طبعا عقدت الإبرة عن نثبتها يعني زي ما كيفما اتفق التثبيت، ما يبغى له شيء. شوفوا حبايبي مثلا عندنا 4 خروم، شوفوا دخلي وخرجي بس ما فيها أي شيء، يعني حتى اللي ما تعرف الخياطة، ما تحب الخياطة، بإذن الله هذه الأشغال البسيطة يا حبايبي يعني سهلة تقدروا تنفذوها، وكمان والله تدعميك نفسيا، أنت تطلعي شيء من عمل يدك والله شيء يعني شعور مختلف تماما. أخرج من الروتين لهوايات زي كده، جدا حتفرق معاكم. قطعة جدا بسيطة زي ما انتم شايفين، يعني منشفة جاهزة وقطعة بيز جاهزة ما فيها اي شيء، بس اللهم شبكناهم مع بعض. شوف كده انا بس لين دحين التصوير صراحة ما اني قد كده، يعني ما احس اني ما اتحكم، النظارة تغبش علي كده، غير لما اشتغل وانا كده يعني ايه براحتي خلف الكاميرا. خلاص حبايبي كده عقدتها، عقدوها مظبوط عشان ما تفك معاكم بمرور الايام. بدي اقول لكم يا حبايبي انه هذه القطعه ممكن تكون قطعه تستخدميها، وممكن تكون قطعه ديكوريه. شوفوا حبايبي شوف كده شكلها جدا جميل، ايش رايكم فيها؟ تعالوا نشوفها وهي معلقه في المطبخ. الله ينتظروني. شوفي حبايبي هذه المناشف بعد تعليقها على يد البوتاجاز زي ما احنا شايفين، قطعة جدا جميلة. ممكن نكتفي بقطعة واحدة لأن البوتاجاز هنا عندي صغير يا حبايبي، ممكن تكتفوا بقطعة واحدة إذا كان البوتاجاز عندكم صغير، أما بالنسبة للكبير هيحتاج قطعتين زي كده. زي ما أقول لكم ممكن تستخدموها قطعة ديكورية، ممكن أنت تستخدموها هذه المنشفة تنشفوا فيها يداتكم، تمسكوا بيها عادي حبايبي، لها وظيفة عملية وظيفة جمالية. تعالوا أوريكم كمان، أبغى أخلي قطعة واحدة عشان المسافة صغيرة. شوفوها كمان لما تكون قطعة واحدة، شوفوا كده يا حبايبي بما أن المسافة صغيرة عندي ممكن تكون قطعة واحدة، يعني قطعة جدا جميلة. أجلس لكم كمان هنا عشان تشوف كده عن قرب يا حبايبي، إضافة لمطبخك من صنع يديك. يا رب تكون فكرة اليوم عجبتكم، دعموني يا حبايبي بلايك وشير، اشتركوا في قناتي لو عجبتكم. إيش كمان؟ إذا عندكم تعليقات اكتبوها لي، إذا عندكم تعليقات يعني بناءة تساهم في تطوير القناة. جزاكم الله خير على المتابعة، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.